نبقى دائما مع أخبار المنتخب الوطني. وضع الاتحاد والجزائري البرنامج الكامل للخضر خلال سنة 2020 و2021 تحصبا لنهائيات أمم إفريقيا 2021 ونهائيات كأس العالم 2022. وسينطلق برنامج الخضر في 21 من مارس القادم على أن ينتهي في 16 من نوفمبر 2021. وحسب بيان الفاف فإن المخطط ستتخلله مباريات ودية تحضيرية لكل مرحلة.